الامان عند الله عز وجل، لكن تبطعونا اللي يبغى له شقه يجينا الان نسوي الاخطاب على طول على شقق مفروشه بشروره، كل شقق مفروشه جاهزه لاسكان الناس اللي فيها. الله يحييه، يجينا الان نسوي الاخطاب الان مستعجل، ولازم قبل صلاه الفجر تتحركون من المكان نفسه، يا اما تحركوا الخرخير ولا تحركوا شروره، كلا احنا ما نضغط عليكم، حافظوا على اولادكم وعلى اسركم، يعني انتم جالسين في خطر الان. يعني الوضع الان يعني حسب كلام حق الدفاع المدني، لانهم الان يتابعون الحاله، الحاله الان قربت على ساعات، يعني حسب كلام من الصباح بتوصل الخرخير. اذا وصلت الخرخير بعدين ما عاد حد يقدر يسوي لكم شيء. اذا دخلت الحاله خلاص كلنا يلا يفرع بنفسه من الوضع اللي هو فيه. واحنا الان نبغاكم تساعدونا على نفسكم. يعني اللي يبغى شروره يجهز نفسه عائلته الان ويسوي الاخطاب يطلع على طول على شروره على الفنادق هذه. اللي يبغى الخرخير الان الخرخير جاهز، الاماكن اللي موجوده الخرخير، بس ما في امان. الامان ما نضمن لكم اي شيء، امان في الموقع، الامان عند الله عز وجل. لكن اللي بنقول لكم ساعدونا على نفسكم، يعني بكل ما تبغونه. احنا والله ايش ما نبغى منكم الا سلامتكم وسلامه اولادكم. ما نبغى منكم شيء، يعني عمليه الواحد إذا خلصت الأزمة وخلصت الأمور مكانك موجود وارجع وحقك مضمون. يعني لا يحس الواحد إنه خلاص لو طلع من الخرخير إنه خلاص كل شيء بيضيع عليه. يا أخي إحنا عند دولة عطاء، دولة وهذا تعطي لكم تعطي ونفس كلامي لكم تعطي لل